هادي زعيب، معد ومقدم برامج تلفزيونية وإذاعية، من مواليد 1976، أصيل مدينة راس الجبل. دراسته كانت في مجال القانون، وخدم فترة كمدرس لمادة التربية المدنية في إحدى المعاهد الثانوية في بازين راس الجبل من ولاية بنزرت. بدايته في مجال الإعلام كانت في إذاعة الشباب حتى عام 2003، وبعدها في إذاعة موزايك، وين قدم وأعد عديد البرامج كما برنامج نجوم، كورنيش ورمضان شو، وحاور أهم وأبرز النجوم في العالم من فنانين وممثلين. نذكروا منهم الشاب خالد، مرحم بركات، شاروخان، أنطونيو بانديراس، ماريا كاري، كيم كارديشن، وناومي كامبل. هادي زعيم أعد عديد البرامج التلفزيونية كيما كلام الناس، دليلك ملك، سوفيان شو، غني للجمعية، عندي منقلك، 360 درجة، 90 دقيقة، وفكرة سامي الفهري اللي كان المعد متاعها وبعد أصبح ينشط فيها. هو واحد من الإعلاميين اللي يكون حاضر ومواكب أهم التظاهرات الثقافية العالمية والوطنية، كما مهرجان الجونة السينمائي في مصر، مهرجان كان في فرنسا، وأيام قرطاج السينمائية المسرحية والموسيقية في تونس. فما اختلاف بين معجب وبين معارض الأسلوب وطريقة حواراته، لكن الأكيد والثابت أنه السبت وبكل الأرقام هي السهرة الأكثر متابعة في تونس.